السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له الفضل والأمر، له الملك وله الحمد، له النعمة وله الفضل، وهو على كل شيء قدير. تعالى ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، وتقدست صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما، وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والإجرام والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا ربي بفضلك ورحمتك حوضه الأصفى ونهره الكوثر، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة، وفي هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة، أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي. وحلال عليكم قطف الأزهار وجني الثمار، ونحن الليلة يا أخيار على موعد مع كلمة قليلة في مبناها، كبيرة جدا في معناها. إنها كلمة تتكون من أربعة أحرف فقط، ومع ذلك
فهي تسع كل مسلم موحد على وجه الأرض. إننا الليلة على موعد مع كلمة أمتي. أمتي. وتعالوا بنا كالعادة لننطلق من تأصيل لغوي واصطلاحي لهذه المفردة الجليلة ولهذه الكلمة الكبيرة. أمتي. الأمة في اللغة أيها الأفاضل هي الشرعة والطريقة والدين. الأمة في لغة العرب كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، الأمة في لغة العرب هي الشرعة والطريقة والدين. يقولون فلان لا أمة له، أي لا دين له، وهو مأخوذ من قول الشاعر وهل يستوي ذو أمة وكفور. وهل يستوي ذو أمة أي ذو دين وكفور. والأمة أيضا في اللغة هي كل جماعة يجمعها أمر ما، إما دين واحد وإما زمان واحد وإما مكان واحد. ومنه قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومنه قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة، وكل هذه الأمم يجمع كل أمة منها أمر ما، ويطلق لفظ الأمة على كل طائفة منها. فالأمة هي الجماعة التي يجمعها أمر ما، إما دين واحد وإما زمان واحد وإما مكان واحد. هذا باختصار شديد في تعريف الأمة لغة. أما الأمة اصطلاحا إذا أطلق لفظ الأمة فحينئذ يراد بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون بالله جل وعلا، والمؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المتبعون له، المقرون له بالنبوة والرسالة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أي شرف، أي كرامة، يا من تنتسب إلى أمة الحبيب محمد. والله وأنا أقسم بالله في أول الحلقة، والله ما نالت هذه الأمة شرفها ولا كرامتها ولا مكانتها إلا بانتسابها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي نزداد رفعة وكرامة وشرفا بالانتساب إليه والانتماء إليه والإيمان به والإقرار له بالرسالة والنبوة واتباعه على طريقه ودربه والتزام سنته واتباع شريعته. أمة النبي محمد. أقول أيها الأفاضل إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب جدا بين الأمم، فما من أمة من الأمم وقد خلق الله جل وعلا 70 أمة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هذه معلومة لطيفة جدا. خلق الله جل وعلا 70 أمة من الأمم كما في الحديث الذي رواه أحمد.